المطلوب في هذه المرحلة من المجتمع الدولي ومن التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب والأمم المتحدة أن تقوم بإدانة هذه الأجرام وأن تضع حد لهذه الغطرسة التركية. وكرديا المطلوب من الحركة السياسية الكردية العمل وبسرعة على انعقاد المؤتمر الوطني الكردستاني، لأننا في مرحلة حساسة ودقيقة من تاريخ شعبنا، وهذه الفرصة قد لا تتكرر تاريخيا. يعني هاتنا وان اساس بشتيفاني ريشن قصر رجابات شيفون اوجي دخوازن وكشر مزاري وهلوسي بشتيرية بدن ديار كرين وبيجن قو اوجي و تشتي قو بزمان تيني زمان بيجن ام قبول ناكن دالي براتيك دي خودي لاخفتنا خودر كبير جبر وي دوريات واني سر سينور هاتنا واني بيد جبو باراستنا قل يعني اوجي وك هل هفكارية كي بشتيرية كي جبو باراستنا اف يعني دخوازن هلوسي خود ديار بكم بي ما هاتنا وان نبريارك رسمي بنكارن بين كان جديرا بالمجتمع الدولي عندما أردوغان اتهم كل العالم وحتى بما فيها الدول الأوروبية بالنازية والفاشية، وعندما ابتلعها العالم إذا صح التعبير بدأ يكرر ويزيد، خصوصا أن له أحقاد خاصة ضد الشعب الكردي وضد قوى سوريا الديمقراطية وضد وحدات حماية الشعب وضد الشعب الكردي في روجافا الذي قصم ظهر داعش